والأنعام ويونس ويوسف ولقمان وياسين والمجادلة، كل ذلك بضم الياء وكسر الزاي إلا الأنبياء فيقرأه كحفص لا يحزنهم الفزع الأكبر. الآية 88 بعد 100، لا يحسبن بالياء مع كسر السين. في سورة النساء في الآية الأولى تساءلون، في الآية الخامسة قيما، في الآية 11 واحدة بالرفع، يوصي في الآية 12 كسر الصاد الثانية، في الآية 13 ندخله جنات، وفي الآية 14 ندخله نار. ندخله جنات أيضا في الطلاق في الآية 11 ونكفر عنه سيئاته، وندخله جنات في التغابن في الآية 9، ندخله جنات نعذبه في الفتح في الآية 17، وأحل لكم في الآية 24، في الآية 31 مدخلة، وفي الحج أيضا في الآية 59 عاقدت، في الآية 33 وإن تك حسنة بالرفع، في الآية 40 تسوى مع معاد تقليل، في الآية 42، في الآية 73 لم يكن، في الآية 94 السلم لست، في الآية 95 غير أولي، في الآية 28 بعد ما أن الصالحة مع مراعاة الوجهين التقليل الترقيق والتغليظ، يا الصالحة ويا الصالحة تبع باب طالع، في الآية 40 بعد ما وقد نزل، في الآية 52 بعد ما نوتيهم أجرهم بالنون مع مراعاة الصلة، ولا تعدوا لا تعدوا في الآية 54 بعد المائة، انتهت سورة النساء. سورة المائدة يقول الذين آمنوا بدون واو من يرتدد، في الآية 54، في الآية 67 رسالته، يقرأها رسالاته، بدل رسالته يقرأها رسالاته بالجمع، في الآية 67، في الآية 95 فجزاء مثلي، وكذلك كفارة الطعام على إضافة، في الآية 7 بعد 100 استحق الثانية، إنما استحق فلا خلاف فيها، في الآية 19 بعد 100 هذا يوم على الظرفية، في الآية انتهت هذه السورة، سورة الأنعام تكن فتنتهم، تكن فتنتهم، اتفق مع حفص في التاء تكن ولكن نصب فتنتهم، في الآية 27 ولا نكذب ونكون هكذا برفعهما عطفا على نرد، في الآية 33 لا يكذبونك أكذب الرجل خلاف كذبة، في الآية 40 أرأيتكم وبابها، وفيها الوجهان كما هو معلوم التسهيل والإدال، المقدم عند المشارقة التسهيل والمقدم عند المغاربة الإدال، عليها رسم المصحف، ومواضعها في سورة الأنعام ويونس وهود والقصص وفاطر وفصلت والأحقاف والملك، كذلك أرأيت في الكهف والفرقان والعلق والماعون، أرأيتك في الإسراء، أفرأيت في الشعراء وفي النجم وفي الجاثية، أفرأيتم في الشعراء وفي الزمر وفي النجم والواقع، في الآية 54 فإنه غفور بالكسر، في الآية 55 ولتستبين سبيلا بالنصب، في الآية 63 لئن أنجيتنا بالخطاب، في الآية 64 قل الله ينجيكم بالتخفيف، في الآية 80 أتحاجوني تخفيف النون، في الآية 83 درجاتي بدون تنوين، في الآية 96 وجاعل الليل على اسم الفاعل مع الإضافة، في الآية رقم 100 وخرقوا بالتشديد، في الآية 11 بعد 100 قبلا، في الآية 15 بعد 100 كلمات، وفي يونس في الآية 33 وفي الآية 96 وفي سورة الغافر في الآية 6 أيضا بالجمع، في بعد ذلك عندنا في الآية 14 بعد 100 منزل بالتخفيف، في الآية 19 بعد 100 لا يضلون، وفي يونس في الآية 88 ليضلوا، في الآية 22 ميتة التجديد هنا في الآية 22 بعد المئة، وفي الحجرات أيضا في الآية 12 الميتة يقرأها الميتة في ياسين، كل ذلك التجديد في ياسين في الآية
25 بعد المئة، الآية 28 بعد المئة، ويوم نحشرهم بالنون وفي الفرقان وفي يونس، ويوم نحشرهم جميعا أيضا في سبأ، كلها بالنون عند ورش. في الآية 41 بعد المئة حصاده بالكسر، في الآية 52 بعد المئة تذكرون وحيث وقعت ومواضعها، الأعراف ويونس وهود والنحل والمؤمنون والنور والنمل والصفات والجثية والذريات والواقعة والحاقة. في الآية 61 بعد المئة دينا قيما، يقرأها قيما التجديد. انتهت السورة. في سورة الأعراف ولباس التقوى مع معاد التقليل فتح السين عطفا على قد أنزلنا عليكم لباسا، لباس الأول. بعد ذلك في الآية 32 خالصة بالرفع، في الآية 57 نشرة هكذا بالضم هنا، وفي الفرقان في الآية 48، وفي النمل في الآية 63، في الآية 98 أوامنا بإسكان الواو مع النقل أوامنا. في هذه السورة أيضا في الآية 5 بعد المئة حقيق علي بالتجديد، في الآية 17 بعد المئة تلقف بالتجديد هنا، وفي طه في الآية 69، وفي الشعراء في الآية 45، في الآية 23 بعد المئة آمنتم به على الاستفهام مع مراعاة البدل، ويمتنع الإبدال، لا يصح أن تقول آمنتم لأنك بذلك تحول الاستفهام إلى خبر. وآمنتم له أيضا في طه في الآية 71، والشعراء في الآية 49. سنقتل أبناءهم في الآية 27 بعد المئة، يقتلون أبناءكم في الآية 41 بعد المئة، في الآية 44 بعد المئة برسالتي بالإفراد، في الآية 64 بعد المئة معذرة بالرفع مع ترقيق الراء، في الآية 65 بعد المئة بعذاب بيس بما، في الآية 72 بعد المئة ذرياتهم بالجمع هنا وفي ياسين، في الآية 41، وفي الطور في الآية 21 الثانية، لأن الطور فيها موضعان. ونذرهم بالنون في الآية 86 بعد المئة مع ماذا؟ مع الرفع، ونذرهم هكذا. في الآية 90 بعد المئة شركة بالتنوين، في الآية 93 بعد المئة لا يتبعوكم، وكذلك في الشعراء يتبعهم، في الشعراء في الآية 24 بعد المئتين، في الآية الثانية بعد المئتين يمدونهم، في الأنفال في الآية التاسعة مردفين بالفتح، في الآية 11 يغشيكم بالتخفيف، يغشيكم النعاس، في الآية 18 موهن هكذا مع التجديد، موهن كيدا فتح الدال، في الآية 43 من حي، في الآية 59 ولا تحسبن، في الآية 65 وإن تكن منكم مئة بالتاء، فإن تكن منكم مئة، في 65 و 66، في الآية 66 ضعف أيضا ضعفا موضع الثلاثة في سورة الروم، في الآية 54. انتهت السورة. سورة التوبة عزير، يقرأها عزير ابنه بدون تنوين مع مراعاة الترقيق، في الآية رقم 30 يضاهون هكذا بلا همز، في الآية 37 النسي، في الآية أيضا 37 يضل فتح الياء وكسر الضاد، في الآية 66 إن يعفى تعذب طائفة على البناء المفعول، في الآية 3 بعد الماء إن صلواتك مع مراعاة تغليظ اللام وكسر التاء لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم هنا، وأصلواتك تامرك في سورة هود في الآية 87، الذين اتخذوا بدون واو في الآية 7 بعد الماء أفمن أسس بنيانه أم نسس بنيانه في الآية 9 بعد المئة، في الآية 10 بعد المئة إلا أن تقطع، في الآية 17 بعد المئة كاد تزيغ القلوب، في الآية بعد ذلك في سورة يونس عليه السلام في الآية الثانية لسحر، في الآية الخامسة نفصل، في الآية 23 متاعه بالرفع، في الآية 35 أمن لا يهدي، في الآية الثالثة بعد المئة
ننجي، هكذا بالتجديد، ننجي المؤمنين. انتهت السورة، سورة هود، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. في الآية 28 فعميت، مع التخفيف، في الآية 40 من كل زوجين على الإضافة بدون تنوين، في الآية 41 مجريها مع مراعاة التقليل بضم الميم مع مراعاة التقليل، في الآية 42 يا بني هنا، وفي سورة يوسف في الآية 5، وفي الصفات في الآية 2 بعد الماء، وفي لقمان في الآية 13 و16 و17، في الآية 46 فلا تسألني ما، وفي سورة الكهف أيضا في الآية 70 فلا تسألني، ولكن هنا ياء زائدة، وفي الكهف ياء إضافة ثابتة لا خلاف على إثباتها. فلا تسألني ما ثابتة عند الوصل فقط، إنما عند الوقف محذوفة، إنما فلا تسألني في الكهف فهذه ثابتة وصلا وقفا لأنها ياء إضافة وليست ياء زائدة. في الآية 66 خزي يومئذ بالفتح، في الآية 68 إن ثمودا بالتنوين، وملاحظة يومئذ بالفتح هنا وسال، سال سائل في المعاجم. في الآية 68 إن ثمودا بالتنوين، وثمودا في الفرقان في الآية 38، وفي النجم في الآية 51، وفي العنكبوت في الآية 38، كل ذلك بالتنوين. سويئة، سويئة، تضم ثلث الضم على ثلث الكسرة. سويئة، طريقة المشارقة من الجزر وأنا فقط، طريقة المغاربة تضم وتميل الياء جهة الواو هكذا. سويئة، والعمل عندنا على طريقة المشارقة والوجهان صحيحان مقروء بهما. هنا في الآية 77، وكذلك في سورة العنكبوت في الآية 33، وفي سورة الملك سيئت في الآية 27، في الآية 81 فسري بهمز الوصل، وفي الحجر في الآية 65، وفي الدخان في الآية 23، وفي طه أنسري في الآية 77، وفي الشعراء في الآية 52، مع مراعاة الوجهين الترقيق والتفخيم في الراء في كلمة ماذا؟ فسري، همز الوصل، فسري من سرع، بخلاف أسري من أسرع، وأسرع هو السير أول الليل، وسرع هو السير آخر الليل. سعدوا في الآية 108، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من السعداء، الموضوع الوحيد. في الآية 11 بعد المئة وإن كل لما بتخفيفهما ليوفينهم، انتهت السورة. سورة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام غيابات الجب بالجمع في الآية 5، في الآية 15، وفي الآية 10 أيضا، في الآية 12 يرتع بالياء مع الكسر، يرتعي ويلعب، في الآية 19 يا بشرايا هكذا مع التقليل وجها واحدا، في الآية 23 هيدا، في الآية 47 دأبة بالإسكان مع مراعاة التحقيق لأنها عين الكلمة، في الآية 62 لفتيته، في الآية 64 فالله خير حفظا، أسأل الله أن يحفظني وإياكم، في الآية 9 بعد المئة يوحي إليهم هنا، وفي النحل في الآية 43، في الأنبياء في الآية 7، وفي الآية 25، في الآية 10 بعد المئة وظنوا أنهم قد كذبوا، في الآية 10 بعد المئة، في الآية أيضا نفسها في الآية 10 بعد المئة فننجي من نشاء بالتخفيف. انتهت السورة، سورة الرعد، وجنات من أعناب، من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان، كل ذلك بالخفض عطفا على أعناب. نعم، في الآية الرابعة تسقي مع مراعاة التقليل، التاء مع مراعاة التقليل، الاستفهام المكرر يبدأ من الآية 5 أئذا أئنا، ومواضعه الباقية في الإسراء في الآية 49، في 98، وفي السجدة في الآية 10، وفي المؤمنون في الآية 82، وفي الصفات في الآية 16، وفي أيضا في نفس السورة في الآية 53، وفي النمل في الآية 67، وفي النازعات في 10 و11،
العنكبوت في 28 و29، الواقعة في الآية 47، قرأ أوركشن جميع المواضع بالاستفهام في الأول والإخبار في الثاني إلا موضعي النمل والعنكبوت، فقد قرأهما بالعكس بالإخبار في الأول والاستفهام في الثاني. في الآية 17 ومما توقدون بالتاء. في الآية 33 وصدوا بالفتح، وفي غفر أيضا في الآية 37. انتهت السورة، سورة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. الحميد الله بكسر الدال في الآية الثانية. في الآية 18 الرياح هكذا على الجمع هنا وفي الشورى في الآية 33. انتهت السورة، سورة الحجر في الآية 8. ما تنزل بالتاء مع الفتح في سورة الحجر في الآية 8. في الآية 54 فبما تبشروني بكسر النون. انتهت السورة، سورة النحل في الآية 20 والذين تدعون تاء الخطاب. في الآية 27 تشاقني فيهم. في الآية 37 فإن الله لا يهدي من يضل. اتفقوا على يضل واشقر يهدي، كل هذا اسمه إن، فإن الله لا يهدي من يضل، بالمعنى أن من يضل الناس لا يهديه أحد أبدا إلا الله. فإن الله اسمه إن وبعدين لا يهدي من يضل، جملة كبرى كما قال ابن هشام في محل رفع خبر. في الآية 62 وأنهم مفرطون هكذا بالكسر من الإفراط والإكثار من الذنوب. في الآية 66 يقرأ نسقيكم بالفتح. في الآية 80 ظعنكم بالفتح. في الآية 96 ولا يجزين. انتهت السورة، سورة الإسراء بالقسطاس هنا في الآية 35 وفي الشعراء في الآية 82 بعد 100. كان سيئة هكذا في الآية 38. في الآية 42 كما تقول في الآية 44 يسبح له السماوات. في الآية 76 خلفك. في الآية 90 حتى تفجر. انتهت سورة، سورة الكهف في الآية الأولى بدون سكت عوجا قيما. مرقدنا هذا في ياسين أيضا في الآية 53 وقيل مراق بدون سكت في القيامة يسمى الإدراج، لا سكت يعني إدراج، في الآية 27 من سورة القيامة. المطففين في الآية 14 بران. في الآية 16 مرفقا. في الآية 17 تزاور بالتشديد. في الآية 18 ولم لئت بالتشديد. في الآية 34 ثمر بالضم وكذلك بثمره في الكهف. في الآية أيضا 42. في الآية 36 خيرا منهما على التثنية.